قالت وزارة الإسكان إن لجنة الإسكان المخولة بمناقشة الطلبات الإسكانية للحالات الإنسانية والعاجلة قامت بمناقشة 621 حالة مدرجة على قوائم اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مفيدة بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة ل 345 حالة إنسانية بعد دراسة كافة جوانب الحالة من تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة. وأفادت الوزارة أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من عام 2020 قد بلغ 50 اجتماعا بمعدل اجتماعين أسبوعياً.